مشاهدينا أهلا بكم من جديد إلى غرفة الأخبار وإلى دائما تغطيتنا ونقاشاتنا المتواصلة حول قطاع غزة وما يحدث هناك. إذن أغلب ضحايا الحروب يكونون من المدنيين، أطفال، نساء وشيوخ يفقدون حياتهم ويصابون جراء أسلحة عمياء لا تحترم المواثيق الدولية. هو حال أهالينا بغزة، فقدوا ذويهم وأبنائهم ومنازلهم، وذنبهم الوحيد أنهم شعب يريد الحياة. للحديث مشاهدينا أكثر حول هذا الموضوع سعد باستضافة الأستاذة عائشة زميت، محامية وناشطة حقوقية. أهلا بك أستاذة وشكرا على قبولك الدعوة. صباح الخير سلمى، شكرا لك على الاستضافة. أهلا بك. طيب أستاذة، اليوم المتابع للوضع في قطاع غزة والمتابع للقضية الفلسطينية منذ بداية ربما انطلاق عملية طوفان الأقصى منذ 7 أكتوبر، اليوم الكيان الصهيوني يتفنن في تجاوزاته وضرب المواثيق الدولية والأممية عرض الحائط، ربما كيف تقرأين هذا الأمر؟ القضية الفلسطينية بالنسبة لنا كجزائريين بصفة خاصة هي ليست قضية شعب أو قضية أرض، هي قضية عقائدية دينية وقضية قومية، لأننا ننتمي إلى الأمة الإسلامية وننتمي للأمة العربية. يؤسفنا حقا ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة وما يتعرض له الأهالي القطاع من جرائم وإبادة جماعية من طرف الكيان الصهيوني. لا يختلف اثنان أن الجرائم أو الأفعال التي يقوم بها الكيان الصهيوني في القطاع هي جرائم حرب بامتياز، وهي مجازر إبادة جماعية لأهلنا في غزة. لو نرجع من ناحية القانونية أو من ناحية القانون الدولي، المجازر هذه اللي يقوم بها الكيان الصهيوني هي ضرب صارخ للمواثيق الدولية وللقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان. لو نذكر المواد، المادة 147 من اتفاقية جنيف، وحتى المادة 7 من اتفاقية روما اللي تخص المحكمة الجنايات الدولية تجرم هذا الفعل وتعتبره من جرائم التي تستدعي مساءلة عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية. لو نرجع إلى الصور التي قام بها، يعني الإعلام راهو يبين فضاعة هذه الجرائم، فضاعة هذه الأفعال التي يقوم بها الكيان الصهيوني. تم قتل المدنيين، القانون الدولي يؤكد على أنه فصل المدنيين وفصل بعض المعالم وتجمعات سكنية عن الحروب، يعني حتى في قانون الحرب يجب فصل المدنيين. حتى أنه يعتبر المدنيين تحت حماية المحتل، لا تحت حماية المحتل وتحت حماية القوانين الدولية، نعم. قانون الإنساني، يعني هنا لما نشوف الكيان الصهيوني يتم استهداف بصفة مباشرة للمدنيين، هناك إبادة وليس فقط قتل أو ارتكاب مجازر، ولكن هناك إبادة عمدية للشعب الفلسطيني. استهداف مدارس، استهداف تجمعات سكنية، وهذا متظاهره الأدهى من هذا أنه حتى المستشفيات تعتبر مناطق آمنة، مناطق حيادية، نعم. يعني حتى ما جرى في مستشفى المعام مدني 500 جريح، وحتى أنه 500 شهيد بالضبط، حتى أنه التحقيقات الأولية بيّنت أنه تم قصفه بصاروخين، يعني حتى ينفر رواية الكيان الصهيوني أو الرواية الأمريكية المدعمة من طرفه أنه ربما هو صاروخ من مقاومة الفلسطينية أو هو صاروخ عبثي، ولكن تم استهدافه بصاروخين. وحتى الأسلحة الدولية، هناك أسلحة محرمة دوليا تم استعمالها سواء في الحروب السابقة والاستهداف السابق لكيان الصهيوني أو في الحرب الحالية، مثلا القنابل الفوسفورية التي لا طالما استعملت ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك القنابل أمكان ضن لاستعملت في القصف المستشفى. هم أناس يعني جرحى، أناس ضعفاء، حتى تم استهداف في المدارس. والأدهى من هذا أنه حتى يوجد تمييز عنصري، يعني قصف أشخاص معينين في القطاع دون يعني تمييز بين المسلمين والمسيحيين، حتى أنه من الآثار، حتى يعني لو نرجع يعني حتى القانون، يعني لو قارن يعني بين الأرواح والآثار، يعني الأرواح هي أكثر قيمة، ولكن حتى أنه ما احترمش الآثار. تم قصف مؤخرا ثالث أقدم كنيسة في العالم
في غزة. نعم. تم قصف مساجد، شفنا أنه مساجد رجعت كومة على الأرض، يعني تم خرق القانون الدولي بكل نواحي. يعني اليوم نشوفوا أن الكيان الصهيوني يتفنن في خرقه للقانون الدولي، نشوفوا استهدافه للمدنيين بصفة كبيرة، استهدافه للأماكن اللي ممكن أو اللي يجب أن تكون أماكن آمنة كالمستشفيات، سيارات الإسعاف، الأطقم الطبية، أيضا الصحافة أيضا لحد يعني لحد الآن تم اغتيال أكثر من 11 صحفي. نشوف أيضا ربما نقطة مهمة جدا هي أنه الكيان الصهيوني يعمل على نزوح ونزوح القصري للفلسطينيين ولقطاع لسكان قطاع غزة، يعني هذا النقطة مهمة جدا، هذا النزوح القصري ربما يعد من أكبر النقاط التي يتعمد الكيان الصهيوني فيها. النقطة التي أثرتها هي نقطة مهمة، لأنه أولا نحب نوه إلى نقطة أنه الشيء الشنيع اللي عشناه في الأيام الأخيرة أنه تم التصريح أنه يوجد عائلات عديدة تم محوها نهائيا من السجلات المدنية، يعني تم إبادة عائلات بأكملها. وبالإضافة إلى هذا أنه من تاريخ الاحتلال الصهيوني لفلسطين شفنا أنه كل مجزرة يقوم بها الكيان الصهيوني يتبعها تهجير وترحيل للسكان. يعني اليوم يهدف الكيان الصهيوني إلى الضغط على أهالي غزة من أجل ترحيلهم. لو نرجع للمجازر التي قام بها الكيان مثلا صبرا وشتيلة، تم ترحيل مجزرة دير يونس، مجزرة دير ياسين وخان يونس. يعني كل مجزرة تبعتها التهجير هي ترهيب، هي ترويع، وهي تهجير قصري للسكان. ولكن الشيء اللي نأكد عليه أنه ربما من تاريخ الحرب الفلسطينية لم يتم إبادة الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة. لو نشوف أن الموقف المصري يعني لمنع هذا الشيء هذا هو موقف ربما إيجابي وربما سلبي، يعني هما أصحاب أرض، لو يتم ترحيلهم لمصر أكيد سيتم الاستيلاء على أراضيهم بطريقة نهائية، خاصة في ظل الصمت، وما نقولش فقط الصمت ولكن الدعم الدولي لهذه الجرائم. ربما أيضا الحصار المفروض اليوم على قطاع غزة هو منافي للقوانين الدولية، خاصة أنه نشوفه تم منع كين هناك بعض المستشفيات للأمس نفدت من الكهرباء وأصبحت غير مشتغلة، يعني المستشفيات اليوم يتم استهدافهم ب صفة كبيرة، خاصة ربما لما تحطوا على الإعانات التي وصلت إلى معبر رفح، تم إدخال أقل من 20 شاحنة وفقط كانت حصرا على المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، يعني المنطقة الشمالية لم يصلها أي إعانات. هذا بطريقة أخرى فرض النزوح لسكان الشمال نحو الجنوب. حتى لو نرجع يعني الإعلام الصهيوني كان كل مرة يوجه نداءات أنهم توجهوا إلى جهة مصر، يود يعني يود استيلاء على هذه الأراضي بطريقة تهديدية وبطريقة حربية. الحصار بالنسبة للحصار في الحروب أيضا من المفروض أنه يخضع للقوانين الدولية. الحصار الذي فرضته الكيان الصهيوني على قطاع غزة كان بقطع الكهرباء والماء، وهذا منافي للمواثيق الدولية ومنافي المعاهدات التي تمت بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني بوساطة أمريكية. يعني حتى الدور الأمريكي اليوم دور سلبي ومتحيز وعنصري بامتياز. أيضا تم محاصرتهم بمنع الأغذية والمساعدات الغذائية، وتم حتى منع المساعدات الطبية، يعني حتى المستشفيات مستشفيات الوطنية أو المستشفيات الأجنبية التي تم إقامتها في القطاع تشتكي من نقص الموارد الطبية. بالإضافة إلى هذا يعني يتمادى الكيان الصهيوني أنه يقصف المعابر التي من المفروض أنها مسلك أمان لهذه المساعدات. تم قصف معبر رفح، حتى الناس اللي كانوا قاعدين مرابضين يستناو في إدخال تفاجأوا من أنه تم قصف منطقة جد قريبة من الحدود المصرية، رغم أنه معبر رفح من المفروض أنه بين المناطق الفلسطينية والمناطق المصرية.
نعم. طيب اليوم لما نتحدث عن كل ما يحدث في قطاع غزة وربما المجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني على سكان قطاع غزة، نتحدث عن القانون الدولي وازدواجية تطبيق هذا القانون الدولي، ربما بالمقارنة بما حدث سابقا مع قضية روسيا وأوكرانيا، المجتمع الدولي كله هلل وتحدث عن المجازر التي حدثت في أوكرانيا، وتحدثت كل الجمعيات الأممية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان. اليوم كل هذه ربما الجمعيات والقانون الدولي والمجتمع الدولي بصفة عامة غائب تماما عن ما يحدث في غزة وفي قطاع غزة وما يحدث في عن الفلسطينيين. لو تكلمنا عن ازدواجية لدى الدول الكبرى، نتكلم عن النفاق السياسي وليس الازدواجية. لما نتكلم عن النفاق السياسي ربما سأتناوله من نقطتين. النقطة الأولى هي بين حماس والكيان الصهيوني، يعني حتى حماس هي صاحبة أرض، هي صاحبة حق، هي صاحبة مقاومة لاسترجاع أراضي محتلة، يعني حتى في عمليتها لأسر بعض الجنود أو بعض الصهاينة، هي هذه العمليات يعني عبر التاريخ الفلسطيني كانت تهدف إلى تحرير الأسرى الفلسطينيين. حتى الأسرى الإسرائيليين أو الأسرى الصهاينة صرحوا بأنه تم معاملتهم بطريقة إنسانية، تم معالجتهم، تم مراعاة الظروف الإنسانية المحيطة بكل أسير، عكس الكيان الصهيوني. يعني هدف المجتمع الدولي إلى تجريم حركة حماس وجعلها إرهابية، ولكن لما نقارن بين ممارسات الكيان وبين ممارسات حماس، هناك ممارسات إنسانية، هنا ممارسات لاحترام المواثيق الدولية واحترام القانون الدولي الإنساني واحترام العقيدة الإسلامية التي لنا قواعد أساسية في الحروب، تم من طرف حركة حماس. لما نتكلم أيضا من ناحية الإزدواجية أو النفاق السياسي في قضية أوكرانيا، ربما المستفيد الأول والأخير هنا هو روسيا، لأنه أثبتت بجدارة أن هناك نفاق أو عدم توازن دولي في تطبيق عدم توازن دولي في تطبيق القوانين الدولية. تم تجريم روسيا على اقتحامها أوكرانيا، رغم أن هناك فرق شاسع بين القضية الأوكرانية وقضية الفلسطينية. في المقابل ربما اليوم الكل يبارك للاقتحام الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وهناك مباركة علنية من الولايات المتحدة، من الدول الغربية، هناك مباركة عما المجازر التي يقوم بها اليوم الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين. هي لم تتوقف عند المباركة، بل هناك دعم مادي ومعنوي لهذه التجاوزات، حتى أن أمريكا تستعمل حق الفيتو في مجلس الأمن لحماية المصالح الإسرائيلية. يعني حتى أنه لو نقول أنه لديها جانب إيجابي وجانب سلبي، أنه الدول التكتل الأوروبي ودول أمريكا سعت إلى استقطاب بعض الدول من أجل تجريم الاقتحام الروسي لأوكرانيا، ولكن فقدت هذه الميزة أو هذه المصداقية. يعني أصبح العالم يعلم جميعا أن القوة هي المعيار الأول والأخير لاتزان القوى في العالم وليس القانون الذي يحكمها. طيب ربما لو تحدثوا على لجنة تحقيق محايدة في مجازر الكيان الصهيوني، اللي من المنتظر أن يتقدم بطلب هذه اللجنة الجزائرية للاتحاد الدولي للمحامين، ولكن ربما قبل أن نخوض في هذه التفاصيل دعينا نتحدث عن هذا الاتحاد الدولي للمحامين. ربما كان قبل أيام رئيسة هذه اللجنة كانت قد نشرت بيان يجرم حركة حماس وما فعل به، لكن بعد الضغوطات التي قام بها ربما المحامين العرب والمحامين الجزائريين، تم تغيير هذا البيان وتم تحديثه وأصبح عكس ما تم سابقا. ربما هذه عملية الضغط، أو دعينا نسميها حركة ضغطية من المحامين، جابت نجاعتها وتم تغيير موقف بكامله. هناك عدة منظمات حقوقية في العالم، ولكن من أكبر هذه المنظمات هي الاتحاد العالمي أو الاتحاد الدولي للمحامين، الذي يضم محامين من كافة العالم. ولكن العدد الكبير من المحامين الذي ينتمون إليه هو الجزائر، ولها دور فعال في إنشاء هذا الاتحاد أولا وفي النشاطات هذا الاتحاد. مؤخرا قامت رئيسة الاتحاد بإصدار بيان
لإدانة الجرائم، يعني بين قوسين حركة حماس اتجاه الكيان الصهيوني أو اتجاه إسرائيل، يعني بين قوسين، ولكن تحت الضغط لأن هناك 148 دولة تنتمي لديها ارتباط إسلامي أو عربي، قامت بالضغط على هذا الاتحاد من أجل سحب هذا القرار الذي جاء مخالف لمبادئ العامة لمنظمة حقوقية التي تسعى إلى احترام القانون الدولي، تسعى إلى احترام حقوق المدنيين، الحق في البقاء، الحق في التحرر. يعني حتى اعتبروا أن هذا القرار هو قرار فردي من طرف الرئيسة، وتم الضغط عليهم ببيانات تنديدية، حتى أن اللجنة الوطنية تم إلغاء اليوم العالمي الذي كان مزمع انعقاده في الجزائر، يعني في شهر جانفي تم إلغاؤه بطريقة نهائية ردا على البيان الذي جاءت به الرئيسة. هذا ما دفعها إلى التراجع عن موقفها وإعادة إصدار بيان ثاني بتوافق يجرم الجرائم المدنية ضد الفلسطينيين. ربما لو تحدثت على لجنة تحقيق محايدة في مجازر الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين التي سيتم اقتراحها من طرف اللجنة الجزائرية للاتحاد الدولي للمحامين، ربما كيف سيتم العمل على هذه اللجنة المحايدة، وهل ستكون ميدانية أم كيف ستكون هذه اللجنة؟ اليوم بالذات 21 أكتوبر يوجد ملتقى دولي للاتحاد من أجل التلاقي والتناقش في القضايا العالمية، أهمها القضية الفلسطينية. اليوم بالذات ستطرح اللجنة الوطنية الجزائرية مقترح من أجل إنشاء لجنة محايدة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وهذا التقرير الذي ستخرج بتقرير، التقرير الذي سيطرح أمام هيئة الأمم المتحدة من أجل تجريم الكيان الصهيوني على الأفعال التي يقوم بها. طيب قبل قليل تحدثنا عن ربما في ظل هذا التقاعس الذي اليوم الأمم المتحدة وجمعيات الأممية لحماية الإنسان، ربما ما هي البدائل، ما هي الحلول من أجل الوصول إلى تجريم الكيان الصهيوني عما يفعله اليوم في المدنيين بقطاع غزة؟ يجب أن نعلم أنه حتى في تصريح الرئيس الأمريكي، يعني منذ 40 سنة لما كان سيناتور، كان صرح وقال أنه لو لم تكن إسرائيل لأنشأنا إسرائيل، يعني هي تعتبر قاعدة عسكرية لقوى معينة في الشرق الأوسط وفقط. هو يهدف إلى يعني كل ما يجري في الشرق الأوسط بالنسبة للدول الكبرى مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي يعتبر مجرد مصالح تتم حمايتها من طرفهم. ولكن نهدر الحاجة الأولى أن الإعلام كان له دور فعال في تجريم هذه الأفعال، يعني لولا الصور ولولا الفيديوهات التي كانت تصل إلى العالم برمته ولولا الحوارات القوية لما أدرك العالم حقيقة. لأنه لو نشوفه حتى، لكن اليوم أيضا الإعلام، لما تحدث عن الإعلام الغربي اليوم، يعمل على تضليل هذه الصور، يعمل على ربما نشر الرواية الصهيونية عن حكاية الصهاينة هناك، يعمل على ربما تغليط الرأي العام بصفة كبيرة. ولا طالما كان كذلك، ولكن الإعلام في هذه الحرب بالذات كان له دور فعال، يعني حتى نشوفوا أنه الشعب في دول أخرى أصبح يتعاطف مع القضية الفلسطينية. رجعنا نشوفه في التغريدات، رجعنا نشوفه في النشاطات، رجعنا نشوفه في مقابلات تلفزيونية، حتى مؤخرا أنه يهود من أصل يهودي خرجوا في مظاهرات في الكونغرس يدينون هذه الجرائم. لو نرجع للمنظمات الحقوقية، كما ذكرت أنه الضغط الحقوقي سيؤدي بالفعل إلى إحراج المنظمات الدولية الحقوقية من أجل اتخاذ إجراءات رادعة. لو نرجع أيضا لنقطة أخرى، أن المقاطعة، ولطالما تناولتها تقارير صحفية، أن المقاطعة خاصة في الحرب الحالية أتت أكلها. يعني حتى يوجد شركات كبيرة كانت داعمة أصبحت في الحضيض، أصبحت في الحضيض، بالإضافة إلى أنها حتى أنه أصبحت تتحفظ أو تتراجع عن موقفها بصورة ما.
ولما نشوف أنه الحل الأساسي في القضية الحالية أنه الدول الضعيفة أو الدول الأقل يعني ما نقولش دول كبرى ولكن الدول الأقل يعني منها أصبحت لا تشعر بالأمان الدولي. نعم. هنا الهدف من الحقوقيين أو الهدف من 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 جميع الشعوب أنهم يضغطوا من أجل الحصول على أمن أو سلام عالمي. كيفاش نشأوا؟ لازم منظمات مستقلة، لازم نظام قانوني لا يخضع إلى تجاذبات. لما نشوفوا أنه حق الفيتو أصبح كأنه يعني يستعمل لصالح دول دون غيرها، يعني هل ممكن أنه عملية طوفان الأقصى والقضية الفلسطينية اليوم ممكن أن تغير العديد من القوانين، وأيضا عرّت عن نوايا العديد من المنظمات اللي تعمل لصالح جهات دون غيرها؟ هي يجب تكاتف الجهود، يعني ليس من دول عربية والإسلامية فقط ولكن من جميع المجتمع الدولي من أجل الحصول على الأمن الدولي، لأن هذه القوانين إذا كانت توجد قوانين ولا يتم تطبيقها إلا على الطرف الأضعف بالتالي لا يوجد أمان. هنا يجب التكتل من أجل إنشاء هيئات دولية محايدة، من أجل قانون يجب احترامه وإلزام الطرف الذي لا يحترمه بعقوبات لتكون رادعة. لكن دائما حق الفيتو دائما ما يميل الجهة على لجهة واحدة على سبيل جهة أخرى، يعني حق الفيتو هل ممكن أنه نرى إعادة النظر في حق الفيتو؟ هو من المفروض أنه يعاد النظر، ولكن هو حق يعني استعملته الدول الكبرى بفرض منها لتتحكم في في الأوضاع الدولية. هو ليس حق، من يفترض أنه يسمى حق الفيتو ولكن هو ليس حق، بل هو مجرد ضغط على من طرف الدول الكبرى من أجل تسيير مصالحها في العالم. طيب أستاذة، ربما اليوم لما نتحدث عما يحدث أو يحدث في قطاع غزة، العديد من ربما البيانات أممية خرجت تندد بالكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة، العديد من ربما هذه الجمعيات التي تعنى بحماية حقوق الإنسان نددت بما يحدث في قطاع غزة وما يحدث تجاه الفلسطينيين، لكن تبقى بيانات دون أي حراك أي شيء فعلي على أرض الميدان. هو أولا تنديد في بداية الأمر تم التنديد بعملية طوفان الأقصى، يعني كان يراد تجريم أو جعل منظمة حماس منظمة إرهابية. نعم. في نظر دولي، ولكن دور الإعلامي الذي فضح المجازر التي قام بها الكيان الصهيوني ربما دفع بطريقة مباشرة المنظمات من أجل التنديد. أيضا لو نفتح قوس أيضا أنه كاين بعض المنظمات الموالية لآراء الدول الكبرى، يعني لو نشوفوا أنه مثلا فرنسا أو ألمانيا أو حتى يعني لو نروحوا للكرة هناك ضغوطات يعني حتى على اللاعبين ما يخلوهمش أنهم يتعاطفوا مع القضية الفلسطينية، ولكن لما نشوفوا الضغط الشعبي ولما نشوفوا أنه كاين ضغط مثلا في المثال اللي تناولناه أنه اتحاد الدول تم التنديد بالتعاطف مع الجانب الإسرائيلي، ولكن لما تم الضغط من طرف الدول تم تراجع والتنديد بهذه الجرائم. التنديد يخضع للتجاذبات الدولية ويخضع للضغوطات التي تكون من الأطراف. ربما بالإضافة إلى الضغط الذي يجب أن يمارس على مثل هكذا ربما تجاذبات دولية، ربما بالإضافة إلى هذه الضغوط، ما هي ربما الحلول التي جانبية التي يمكن أن نعملها من أجل مساعدة القضية الفلسطينية في خاصة ربما في أروقة الأمم المتحدة؟ هي الحلول هي مجرد السعي إلى إيجاد أمن عالمي لجميع الدول، يعني الدول لازم تكون بجميع المكانة. اليوم تم الاعتداء على 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 فلسطين، وتم في بداية الأمر إدانة حركة حماس، بالأمس في نفس قضية أو ربما أقل حدة بالنسبة لأوكرانيا اتخذت إجراءات ضد روسيا، يعني لا يوجد عدل. يجب إيجاد نظام عالمي جديد من أجل بنائه على أسس قانونية تتماشى مع العدل الدولي. يعني قبل أيام شفنا أنه المحامين الجزائريين خرجوا في مسيرات منددة عما بما يحدث في قطاع غزة، خرجوا بمسيرات منظمة. لو ربما نتحدث على هذه المسيرات وأهمية ربما هذه المسيرات وهذا الضغط الشعبي،
أكيد الضغط الشعبي هو له تأثير كبير في الإعلام بالقضية الفلسطينية، يعني في الجزائر أو في دول أخرى يتم تغطية هذه، يعني حتى الأجانب لما يشوفوا هذاك الضغط ويشوفوا خروج عدد كبير من مواطنين للتنديد بقضية ما، أكيد راح يبحثوا عن المصادر الصحيحة، لا يكتفون بالإعلام الموجه والإعلام الذي يحاول بث صورة مخالفة للحقيقة، ولكن سيتجهون إلى البحث عن الحقيقة والتعاطف أيضا مع القضية الفلسطينية. بالنسبة لمسيرة محامين، لطالما كانت هيئة الدفاع مسايرة لجميع القضايا الوطنية والدولية ومناصرة لقضايا العادلة، وأيضا بالنسبة للموقف الجزائري، هو الجزائر دائما داعمة لحقوق الشعوب المضطهدة، ولطالما كانت تدعم حق الشعوب في الاستقلال عن الدول المستعمرة. طيب أستاذة، فقط كسؤال ختامي، اليوم نتحدث عن قضية شعب، هي ليست فقط ربما قضية فلسطينية اليوم، وأصبحت ربما منذ 7 أكتوبر منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، أصبحت ليست قضية أمم عربية، ليست قضية إسلامية، وإن أصبحت قضية إنسانية قبل كل هذا. ربما مع بداية عملية طوفان الأقصى المجتمع الغربي أفاق ربما عما يحدث في قطاع غزة، عرف الحقيقة، يعني شوفوا أنه في بعض الفيديوهات فيما سبق قل لك أنا لم أدري عن قضية فلسطين وعما يحدث في قطاع غزة، لكن اليوم نجحت القضية الفلسطينية في إعادة نفسها على الواجهة. ربما هذه العودة، هذا الضغط الشعبي ممكن أن يغير الموازين في الأمم المتحدة وفي الجمعيات الدولية. هو لو نشوف نقطة الانفتاح الإعلامي، يعني سابقا كان الإعلام ربما في التلفزيون في الجرائد، ولكن هناك اليوم انفتاح إعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وأنه بعض مواقع التواصل الاجتماعي كانت ضغطت على أنه يتم ربما التعميم على كل المنشورات التي تدعم القضية الفلسطينية، لكن رغم ذلك أنه هناك صور، هناك فيديوهات اللي وصلت لبعض الدول من ضغط من العرب، من المسلمين الذين ربما اليوم ينشرون بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك مدونون الذين استغلوا الشهرة ديالهم من أجل إيصال صوت المضطهدين في دولة فلسطين المحتلة. هناك استغلال للانفتاح على العالم الخارجي عبر الانترنت من أجل إيصال هذا الصوت. هناك أيضا محاورات يعني بين الرأي والرأي الآخر، الذي أصبح الأشخاص يعني يطلعون على الرأي ورأي آخر، كان مفروض يعني رأي واحد في الفترة السابقة، ولكن اليوم نشوف أنه صار هناك شغف لمعرفة الرأي الآخر ماذا يقول. قضية الرواية الأخرى، القضية الفلسطينية ليست قضية ربما نحن نتعاطف معها لأنها قضية دينية عرقية عقائدية بالنسبة لنا، ولكن اليوم القضية انقلبت وأصبحت قضية عالمية، أصبح التعاطف مع فلسطين ليس من الجانب الديني، ولكن لا يكفي أن تكون متعاطف مع فلسطين لتكون إنسانا، بل يجب يعني يكفي أن تكون إنسانا لتتعاطف مع هذه القضية. الجرائم أصبحت على مرأى الجميع. اليوم قضية فلسطينية كشفت للعالم أنه لا يوجد عدل، أنه هناك ظلم كبير، أنه هناك تجاذب قوى، هناك دعم للضعيف، أن المواقف الدولية تحسب على حسب المصالح الاقتصادية والمصالح الدول الكبرى وفقط. شكرا لك يا أستاذ عائشة زميلة محامية وناشطة حقوقية، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات. شكرا لك يا سماء إسلام. أهلا بك. إذن مشاهدينا أكيد فقراتنا متواصلة، ألقاكم بعد الفصل ونواصل دائما نقاشنا.